أفدنا أن بعض من محافظات السلطنة تأثرت بخدود النهضة، وإن شاء الله تكون أمطار خير وبركة. ولمتابعة آخر تطورات الحالة الجوية ينضم معنا الآن عبر الاتصال الأستاذ حمود بن سعيد الناعبي، أخصائي إرصاد جوية بالمركز الوطني للإنذار المبكر للمخاطر المتعددة. أهلا وسهلا بك أستاذ حمود، وصباحك خير معنا في برنامج قهوة الصباح. أهلا وسهلا الأخت حوراء، وأهلا وسهلا بالأخوة المشاهدين الكرام. أهلا أستاذ حمود، من خلالك ضعنا أيضا في تفاصيل الحالة الجوية أخدود النهضة ونتعرف على غزارة الأمطار. شكرا لكم. بالنسبة للحالة الجوية التي تؤثر على أجواء السلطنة، تم إصدار تقرير رقم 2 مساء يوم أمس، وحدثت أمطار متفاوتة الغزارة على السواحل الشرقية لمحافظة مسندم، كذلك سواحل محافظة شمال الباطنة، ولاية شناط سجلت أمطار تراوحت 7.8 مليمتر، كذلك ولاية لواء وأجزاء من ولاية صحار. لا زالت الحالة الجوية مستمرة في التأثير لهذا اليوم. نشاط جيد من التكونات راح تكون حاضرة ظهر اليوم على جبال الحجر، وخلايا رعدية حاليا موجودة في عرض البحر في بحر عمان، راح تمتد هذه الخلايا نحو المناطق الساحلية. تأثيرات راح تكون مثل ما ذكرنا في التقرير رقم 2 على محافظة مسندم، كذلك محافظة شمال الباطنة ومحافظة جنوب الباطنة، تمتد تباعا مساء هذا اليوم لتؤثر كذلك على محافظة مسقط، وفرص لتكون سحب ركامية ماطرة على جبال الحجر الغربي، ونخص بالذكر في جبال الحجر الغربي محافظة الداخلية، وكذلك المناطق الجبلية في محافظة جنوب الباطنة، حيث من المحتمل هطول أمطار تتراوح ما بين 20 إلى 40 مليمتر بمشيئة الله تعالى. نعم، طيب أستاذ أيضا أحمود، ما هي فرص تطور هذه الحالة الأخدود إلى أخدود منخفض عميق؟ لا زالت الحالة الجوية تأثيرها كأخدود من منخفض جوي وغير قابلة للتطور إلى منخفض عميق. التصنيفات التي تم ذكرها منخفض عميق أو عاصفة مدارية هي للحالات المدارية التي تنشأ في بحر العرب، وليس للمنخفضات الشتوية التي تؤثر على أجواء السلطنة حاليا. الحالات الشتوية طبعا هي تنشأ في شرق البحر الأبيض المتوسط وتمر على شبه الجزيرة العربية وتتمركز في وسط جمهورية إيران، وتؤثر على أجواء السلطنة في أخدود من ضغط جوي منخفض، وهو الذي تشهده أجواء السلطنة حاليا. عدة عوامل طبعا تساعد على تطور مثل هذه الأخاديد، من ضمنها شكل الأخدود وعمقه، رقم 2 التبريد في طبقات الجو العليا، توفر الرطوبة النسبية كذلك في طبقات الجو العليا. إذا ما اجتمعت هذه العوامل بشكل جيد سيتم إصدار التقارير والتنبيهات عن كل حالة بحدة تؤثر على أجواء السلطنة. طبعا هذه الحالة الجوية اللي هي أخدود النهضة من الحالات الجوية الشتوية التي تؤثر على أجواء السلطنة حاليا، والحالات الجوية الشتوية طبعا تستمر حتى منتصف شهر مارس من كل عام. نعم ممتاز. إلى متى إن شاء الله ستستمر هذه الحالة الجوية المنخفضة أيضا، يعني الأخدود النهضة وأيضا تأثر هذه المحافظات بهطول الأمطار؟ تستمر بمشيئة الله حتى نهار يوم غد الأربعاء 1 ديسمبر، حتى المسافة خلال فترة الصباح يوم غد رايح تكون عندنا بعض السحب الطبقية على المناطق الساحلية لبحر عمان، كذلك تكونات جيدة على جبال الحجر. محافظة مسندم بكرة تكون فرص فيها أقل من اليوم، شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط وجنوب الشرقية الفرص فيها راح تكون متاحة ليوم غد، حتى
يعني قبل غروب الشمس، بعد ذلك خلال المساء رايح تدريجيا يحل المرتفع الجوي محل الأخدود الذي يؤثر حاليا على أجواء السلطنة، وراح يكون عندنا هبوب رياح شمالية غربية، وهذه الرياح بطبيعتها رايحة تخفض درجات الحرارة، ورايح يعني نشعر بانخفاض نسبي في درجات الحرارة على جميع أرجاء السلطنة. المناطق التي رايحة تشهد نوعا ما انخفاض يعني أكثر من المناطق الأخرى مثل المناطق الصحراوية والمناطق المرتفعة مثل جبل شمس وجبل الأخضر والمرتفعات الجبلية في محافظة مسندم، والمناطق الصحراوية كذلك في الوسطى وفي محافظة الظاهرة راح تكون الحرارة نوعا ما عندهم يعني أقل من المناطق الساحلية التي تؤثر يعني عليها هذه الرياح الشمالية الغربية. نعم، طيب أستاذ حمود، كيف تصف الآن وفي هذه اللحظة سرعة الرياح وأيضا حالة البحر؟ بالنسبة لحالة البحر حاليا تهب رياح شمالية شرقية على سواحل بحر عمان وكذلك على السواحل المطلة على بحر العرب، حيث متوقع أن يكون البحر متوسط الموج ويصل أقصى ارتفاع له مترين، ولكن عند تواجد الخلايا الرعدية حاليا بعض الخلايا الرعدية متواجدة في بحر عمان والأجزاء الشرقية كذلك من محافظة مسندم، لذلك تواجد هذه الخلايا الرعدية تسبب إلى نشاط رياح هابطة نشطة، مما يؤدي إلى اضطراب موج البحر على السواحل الشرقية لمسندم وكذلك على بحر عمان، فمن المحتمل أن يصل أقصى ارتفاع للموج 3 أمتار. لذلك من خلالكم نحب أن ننوه للأخوة الصيادين ومرتادي البحر بعدم النزول إلى البحر خلال هذه الفترة اليوم ويوم غد حتى انتهاء هذه الحالة الجوية. نعم، شكرا لك الأستاذ حمود بن سعيد الناعبي، أخصائي أرصاد جوية بالمركز الوطني للإنذار المبكر للمخاطر المتعددة. إن شاء الله تكون أمطار خير وبركة تعم بنفعها البلاد والعباد، ونرجو منكم أيضا أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية. إذا مشاهدين الأحبة، نستمر معكم في قهوة الصباح، نروح إلى فاصل وبعدها لنعود، كونوا معنا.